شهد دخول فريقين الاتفاق والوحدة لأرضية ملعب الأمير وسادة الأمير محمد بن فهد بالدمام، ومن ثم نعود إليكم. لما تشوف المستويات والعب والجميل بالقافله نزلك ليش فكره من انتقل مجرى الشوط الاول ان شاء الله ممتعه بتعليق الزميل العزيز الشاري عايض القرني الشاري. كنتم في كل مكان متابعي قنوات ام بي سي برو سبورت الاعزاء، نحييكم. ستيري هو المتواجد دائما للفريق الوحداوي، وكره داخل منطقه الجزاء، محاوله مستمره والكره تعود الان من جديد، الكره تعود في اليسار، استمرار في الهجوم الاتفاقي، الاتفاق يحاول يبحث عن الهدف على ارضه وبين جماهيره، والكره ذهبت بشكل غريب للفريق الوحداوي من عقب اللاعب فريق نادي الاتفاق، والمحاوله مستمره والكره تلعب بالراس. بشكل ممتاز، لم يكن محاصرا، الكرة ذهبت وغادرت بعد مرت الآن إلى الكويت بلعب الكرة. رائعة جدا، رائعة جدا من الخداع، من المكار صالح العمري. لاحظ يا سلام، الكرة الباغتة والتي ارتطمت بالعارضة وباغتت الاتفاق ولفارس الدمام، الكرة بالراس، محاولة خطيرة، لا تزال الكرة والفرصة سهلة إلى أحضان الغامدي. المرة الأولى بالعارضة، رامي التمس، لاحظ الكرة والهجمة السابقة التي كانت والفرصة القريبة، كرة تلعب الآن بالرأس، تمر المحاولة لو استلم بدر، يحاول بدر الشهراني يلعب الكرة رائعة جدا ومحاولة خطيرة، والكرة جول، الكرة جول، جول يا كسار. لاحظ التقدم، كنت أقول بأن بدر الشهراني خطير، سجلها مختار فلاتة، الهدف الأول في اللقاء بالنسبة للفريق الوحداوي. على يسار كسار، على يسار كسار، وواحد مقابل لا شيء بسجل 4 خسائر، سجل 8 أهداف، ولكن في المقابل استقبل 15 هدف. محاولة خطيرة، التعادل، الله، والكرة جول، الهدف الأول للإتفاقية تشتعل هنا. لاحظ مرعي المقعدي تصدى في الأولى أحمد الغادي، ولكن الكرة سكنت الشباك. لاحظ، برافو على أحمد في الأولى وعلى عادت الآن، مرت الآن المحاولة لمصلحة الاتفاق المرتدة، 2-2، يحاول المرور صالح، يمر صالح، يمر صالح، يمر صالح، يلعبها خطورة، والكرة تذهب إلى خارج الميدان. مرور رائع جدا من صالح العمري، مررها إلى من؟ إلى مرعي المقعدي، ومرعي بالتالي الكرة تتخلص من عبد الإله المالكي إلى خارج الملعب، وإلى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الاتفاق. كرة تلعب بالرأس الآن، والمحاولة موجودة، والفرصة لا زالت قائمة داخل منطقة الجزاء. جميلة من محمد كوفي، جميلة من محمد كوفي، الكرة الماضية، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب، وامتياز بل إبداع من أحمد الغامدي في الإبعاد للكرة الماضية. من جمعان الدوسري، عادت الكرة والفرصة ربما لتسديدها من أدولفو، ذهبت سلمان المؤشر. كرة تلعب على كل، مرت من جديد، المحاولة للاتفاق والفرصة تعود خطيرة، ولكن هنالك راية وتسلل، راية وتسلل، والحارس أحمد الغامدي. لاحظ الكرة، لاحظ الكرة من جديد، الكرة الماضية، الكرة الماضية يبدو لي يعني أو بوجود خطأ،
التسلل، بل إنما كانت خطأ لمصلحة الوحدة على قرار حكم اللقاء في هذه اللقطة. اللاعب أدولفو ليما يبحث عن الكرة العرضية الوحدوية، الفرصة والمحاولة خطرة، كرة جول، سجلها الوحدة، سجلها ويكسب الثقة الآن بدر الشهراني، 2-1 مقابل هدف للاتفاق بكرة جميلة جدا وتسديدة قوية باتجاه المرمى عن طريق اللاعب بدر الشهراني. شوف شوف الكرة من أدولفو ليما، لعب أدولفو، لعب العرضية، استلم وصنع، وبدر يضع الكرة في سقف المرمى، في سقف المرمى الشهراني. الانتحابات البدنية وربما يكون أسلوب معين من قبل المدرب خير الدين مضي، حيث تلقى الوحدة أكبر عدد من البطاقات الصفراء، 12 بطاقة، والكرة تلعب الآن، محاولة من ليما، يحاول ليما والكرة للثالث، خطيرة، جول، خطيرة، جول، خطيرة، جول، جول، الثلاثية الوحدوية في شباك الاتفاق تحضر وعند الدقيقة 67 من مجريات زمن شوط المباراة الثاني. لاحظ الكرة والتسديدة، في الأولى حاول معها الكسار وفي الثانية سجلها اللاعب مختار فلاتة، معلنا عن الهدف الثالث للوحدة في هذه اللحظات. الوحدة يبدو لي لعبها في دوري جميل السعودي، فاز في 3 وتعادل في 1، ولكن لاحظ لاحظ الجهة اليسرى بالنسبة لي بخير الدين مضي، حيث تلقى الوحدة أكبر عدد من البطاقات الصفراء، 12 بطاقة، والكرة تلعب الآن، محاولة من ليما، يحاول ليما والكرة للثالث، خطيرة، جول، خطيرة، جول، خطيرة، جول، جول، الثلاثية الوحدوية في شباك الاتفاق تحضر وعند الدقيقة 67 من مجريات زمن شوط المباراة الثاني. لاحظ الكرة والتسديدة، في الأولى حاول معها الكسار وفي الثانية سجلها اللاعب مختار فلاتة، معلنا عن الهدف الثالث للوحدة في هذه اللحظات. الوحدة يبدو للاعبين في منطقة جزاء فريق الوحدة سهلة، إلى أحضان أحمد الغامدي، إلى أحضان أحمد الغامدي، الكرة تعود في اليسار والفرصة من ناحية الأسرة، شوف شوف المرور، شوف المرور، شوف المرور، شوف الكرة خطيرة، والكرة جول، الله الله على هذه الكرة التي كادت أن تكون هدفا رابعا للوحدة في هذه اللحظات. الإبعاد الذي كان في آخر الدقائق، في آخر اللحظات، في آخر الوضعات من قبل اللاعب أمين أبوبة، أمين أبوبة يبعد الكرة، كان أفضل في شوط المباراة الثاني بكل تأكيد. كرة محاولة الآن لا تزال، والفرصة للتسديد، وبالتالي الكرة تذهب إلى خارج